غار ثور الذي جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، لقد خط الحجاج طريقا للوصول إلى الغار رغبة في الجلوس في نفس الموضع الذي كان يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ويقع غار ثور في الجهة الجنوبية الغربية من الجبل على ارتفاع 458 مترا من سطح الأرض، وهو تجويف غير منتظم أحدثه تراكم قديم لعدة صخور ضخمة يمتد من الشرق إلى الغرب، ويبلغ طوله 3.5 أمتار، وأقصى عرضه نحو من ذلك، وارتفاعه 1.25 متر تقريبا، وله فتحتان، فتحة في الجهة الغربية وارتفاعها الحالي 70 سنتيمتر، وعرضها 85 سنتيمتر، وهي التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وفتحة أصغر منها في الجهة الشرقية. ويروى أنه سمي بهذا الاسم لكونه يشبه في امتداده جسم الثور، كما أن ذروته الجنوبية تشبه وجه الثور. قالت عائشة: فجهزناهما وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمن فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف يعي ما يسمعه، فيدلج أي يسير آخر الليل من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا تكيده قريش لهما إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيبيتها حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان وقد شربا من اللبن حتى يصيح بالغنم عامر بن فهيرة بغلس في ظلمة الليل، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3. وواعد عبد الله بن أريقط غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما، وانطلق معهما عامر بن فهيرة فأخذ بهم طريق الساحل. عامر بن فهيرة رضي الله عنه شرفه الله سبحانه